الغلطة الأولى هي الأخيرة هون في هذا العمل، لأنه أنت ما عندك مجال إذا أخطأت ترجع تقيم خطأك. يقال أن الضربة التي لا تقتل تقوي، وعلى هذا المنوال يبدو القياس مقبولاً، فالقذيفة التي لا تقتل قد تغني، ليس غنى بمعنى تكديس الثروات، بل إغناء جامع هذه المخلفات الحربية عن سؤال الناس. فلا فرص للعمل في الشمال السوري الذي ما زال يتعرض للقصف، ولا ضير من تحويل أسباب الموت إلى أسباب للحياة قدر الإمكان. أبو أحمد ورفاقه يشكلون ما يمكن تسميته فريقاً مدنياً لمطاردة المخلفات الحربية وما أكثرها، فالأسد وميليشياته وحلفاؤه لم يبخلوا بهذا النوع من المخلفات على مدار 12 عاماً. حمود حسب الله مهجر من مدينة كفرنبيل، تركنا كفرنبيل عام 2019، اتجهت باتجاه ريفيدلي بالشمالي قرية باتب، وحاليا ساكن في قرية باتب في مخيم المحسنين. أنا اتجهت للعمل في مجال تفكيك الألغام والمتفجرات والصغائر غير المنفجرة، يعني اللي تضربها المدفعية أو قوات الطيران النظام. كانت أول تجربة لي عام 2012، أنا هاي الخبرة اكتسبتها من الجيش ما بين عام 97 وال 2000. صارت الثورة، فكانت التجربة الأولى في معركبي تفكيك بالبرميل طيارة. حقيقة نحن في الجيش كنا نتعلم على الألغام، على القذائف الهاوين، على ممكن أنه صاروخ طيارة يقع ما ينفجر نتعامل معه، نتعلم يعني نتدرب الأمر هذا. بس البرميل يعني ما كنا متوقعين أنه مثلا ينزل برميل في الشكل هذا. معركبي كانت يعني تجربة كويسة بس مخيفة، يعني كونه أول درس عملي. فلما خلصنا انتهينا من بلشنا في تفكيك البرميل وانتهينا يعني منه كان آمن، يعني حسيت حالي انجاز كبير، يعني ما يعني في شيء صار معي غير طبيعي. القرمانتي الأساسي بالمدني كانت مبلط، والحمد لله كانت أموري ميسورة كتير، ووقف الشغل وقلت المعيشة، انتقلنا على مصلحة الخرضة، صرنا نشتغل بالأدوات الجيش، الصواريخ، القذائف، الطلقات، وتعرفنا على الأخ أبو أحمد من كفرنبيل، والزلمة صار يساعدنا، وصرنا نشتغل منروح نجيب قذائف ومنقصين ومنبيع للمدني يعملون صوابة بابوريات. نحن الشباب المختصين فيها أنا سبع شباب مختصين بهالعمل، هذه بفككوها، بفككوا منها التي ان تي وبفككوا منها الحديد. طبعا التي ان تي بيروح لمخلفات تانية اللي هي تصنع مواد الأسلحة، تصنع لمجال تاني. الحديد بنبعت على معامل الصهر، والفوند بنبعت على معامل الفوند. والشباب اللي عم يشتغلوا فيها يعني بدك شبه مقايسين عن روحه، إن منطقة خطرة كتير وشغل فيها متعب كتير. جمع واقتفاء أثر هذه المخلفات الحربية والتعامل معها ليس مجرد نزهة كما قد يبدو، فالشمال السوري يعد منطقة موبوءة بهذه المخلفات المتنوعة بين ذخائر عنقودية وبقايا صواريخ وقذائف وألغام أرضية. ويكفي أن نعلم أن سوريا وحدها في عام 2020 تصدرت الدول التي سقط فيها ضحايا ذخائر عنقودية على مستوى العالم بواقع النصف، أي أنه في ذلك العام من بين كل ضحيتين لهذا النوع من الذخائر حول العالم هناك شخص سوري، وذلك بحسب تقرير التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. كما يشكل ضعف التجهيزات وتعقيد الذخائر والألغام التي يتعامل هؤلاء الرجال معها عاملاً آخر في جعل هذه المهنة مهنة للموت، لكن لقمة الخبز مغمسة بالدم كما تقول الحكمة الشعبية، وأحياناً يتطلب تحصيل اللقمة عبثاً مع الموت. على كان إحنا الاختصاص أبو أحمد الزلمي كان يبعثنا نركب هالمواتير، وين بينزل صاروخ بأي ضيعة كذا نلحقه، المفاجر نفضيه ونجيبه ونبيع حديده.
أوقات نبيع الكيلو بليرة ونص، أوقات نبيع الكيلو بليرة حسب قطر الصاروخ، كبر الصاروخ، حسب القذيفة، حسب الطلقة. لعب مع الموت، هاي القذائف تفكيكها لعب مع الموت. المخاطر الكبيرة كثير إذا كانت القذيفة مرتبة أو إذا كان لها صائق ثاني، تفجير ثاني. بالنسبة للقذائف، بالنسبة للغام، إذا كان اللغم مفخخ مثلا، الغام فردية أو دبابات إذا كانت مفخخة بيكون اللغم تحتها، تحت اللغم الرئيسي اللغم الثاني. فالأمر عم بواجهنا صعوبة كبيرة، صعوبة كبيرة كثير، إنه نحن ما عندنا مثلا أجهزة لكشف الألغام، ما معنا. وعدتنا بداية كثير في هذا الموضوع. الأسلحة الحديثة يعني عم نحاول نتعلم أو ندرس أو ناخذ فكرة عنها عبر الإنترنت أو عبر مثلا اللي عنده خبرة في الموضوع هذا من رفقاتنا. أنا هاي كنت فكها، هاي القذيفة كنت أول شيء فكها منها وما فكت، جيت فكيتها من هاي الجناب، هون في كبسوني، هاي الحشوة الخارجية كنت عم فكها، جيت صحت الانفك، اجت المطرقة دقت على هاي، فجريت من هون صار يطلع ال مو خردق، برادي ناعمة، شوات لي هون جسمه كله هون وجرياته. ونحنا إذا فكيناها هاي يعني مشان إذا فاتت بقلب فرن المسهرة، مسهرة الحديد يعني آمن مثلا يلي عم يشتغل عليها، وهاي تنفك منه ويفك البرغة. عند انتهاء أعمال جمع المخلفات الحربية وتفكيكها وفرزها بحسب خامتها، تبدأ المرحلة الثانية من محاولات تحويل الموت إلى حياة. تباع هذه المعادن إلى الورشات المختصة بتصنيع المدافئ ومواقد الطبخ، حيث يشهد هذا النوع من المنتجات إقبالاً في أوساط السكان. ورغم المخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام أو سوء التصنيع، إلا أن الأسعار المنخفضة لهذه المنتجات مقارنة بأسعار الجديدة منها تشكل دافعاً للشراء، ولا سيما في أوساط النازحين المنهكين اقتصادياً. بالوضع الحالي جاي نشتغل تفاية، نشتغل معالف، نشتغل صوبات تدفئة، يعني كلها من مخلفات الحرب، يعني مثل الصواريخ، مثل السمن، هذنا الفوارق، هالأمور هذنا المغزوف تبع الدبابة، هالأمور هاي كلها نحن نحاول نجدد، نطالع طريقة نصنع بها التفايا، الصوبات، هالأمور هذنا. إنه بضاعة رخيصة تتقبلها الناس أكثر من غيرها، يعني مثل هذا اليوم عندك البضاعة بشكل عام، مثلا بدك تروح تشتري صوبيا اللي هي تبع تدفئة، تروح تشتريها يعني اليوم شلون من كان حق 400 500 ليرة تركي، هاي تاخذها خيو بقيمة مثلا 100 ليرة 150 ليرة، يعني تصير الناس أكثر شيء تحتاجها، بما إنه جودة حديد أثقل وبنفس الوقت جودة يعني أكثر وأرخص بشكل عام أرخص. اشتغلت بالصواريخ وحشوات القذائف 92، اشتغلت أول شغلة عم بلاقيهم بالأراضي وعم بلاقي منهم على الخردة كتير، على محلات الخردة كتير، وتاني شيء حديد نسميك وكويسات للشغل، عرفت علي شلون؟ يعني بنحط فيها فحم، بنحط فيها قشر في السوق، بتشتغل على هالأساس هذا. فريق الجمع وورشة التصنيع ليس الوحيدين في مناطق إدلب وريف حلب الشمالي، إذ تحولت هاتان المهنتان إلى مصدر رزق لعائلات كثيرة. ورغم نشاط فرق الدفاع المدني السوري في مسح المناطق ورفع الذخائر غير المنفجرة، إلا أن عدد هذه الذخائر كبير وفي تزايد مستمر، وبالتالي فإن زمن تأرجح هذه المخلفات بين أن تكون سبباً للموت أو سبباً للحياة سيطول حتى إشعار آخر. أنا بتمنى نرجع على بلدنا ونعيش بأمان، وهاي القذائف كلها خطورة، يعني خطورة، وأنا يعني بشتغل بهاي المصلحة كالمال عيش أنا وأهلي. فالقنابل العنقودية، يعني أنا بحب أن أوجه للأهالي كلمة عبر موقعكم، أنه شو ما كان الحجم أو النوع أو أي شيء بتشوفه، وخاصة القريبين على خطوط التماس، ما يقربوا منه حتى ولو كان قداحة، يعني وخاصة القرى اللي بتتعرض دائما للقصف،
انه اخي انت لا تقرب عليها، في مثلا الدفاع المدني، في عالم مختصه، في فصائل، في بلغ انت وما بصير تقرب عليها لانه ما بتعرف كيف بدك تتعامل معها.